تعادل سلبي في الشوط الاول بين الاهلي وحرس الحدود على عكس التوقعات. من خلال التشكيل شفنا ممكن يكون فيه نسبه اهداف عاليه، استحواذ اكيد للاهلي، ولكن الشوط الاول تعادل سلبي، قد تكون فيه اخطاء تحكيميه، اهدار فرص في الشوط الاول بنسبه كبيره سواء لحسين الشحات، بيرسيتاو او كهربا، ولكن كل ده بالتاكيد التفاصيل دي هنعرفها من خلال متابعه نجومنا ضيوف الاستوديو التحليلي لتحليل الشوط الاول. ولكن قبل ما اروح لتحليل الشوط الاول، اللقطه الابرز اللي كانت في الشوط الاول وفي المباراه حضور امام عاشور، احدث صفقات النادي الاهلي في الموسم الجديد، موجود في استاد القاهره الدولي بجواره طبعا امير توفيق المدير التنفيذي او القائم باعمال المدير التنفيذي لشركه الاهلي لكره القدم، وايضا الكابتن سمير عدلي. يمكن طبعا استقبال كبير جدا من جماهير النادي الاهلي لامام عاشور، احدث صفقات الاهلي واول صفقات الاهلي في الميركاتو الصيفي استعدادا للموسم الجديد، وكما هو متوقع يكون موجود بالتاكيد في مباراه احتفاليه تسليم درع الدوري العام. طيب عشان وقتنا بالتاكيد ضيق جدا ما بين الشوطين، ابدا بكابتن شريف عبد المنعم. كابتن شريف، شوط اول سلبي على عكس التوقعات، تعليقك؟ هو في الحقيقه مش سلبي يعني في النتيجة. ولكن في النتيجه، ولكن في الاداء عموما احنا بس الربكه بتاعت محمود كهربا ومحمد شريف وعدم وجود صانع العاب صريح، يعني هو دايما مخليك بتلعب من العمق، دايما التركيز على كهربا، وحتى حسين شحات بقى بيخش كمان بيبقى ثالث معاهم، ده في حاله لو علي معلول ماسك الكوره. لما بيبقى عندك فرقه بتلعبك بهذا الشكل وبالدفاع ده، لازم يبقى عندك الاطراف وكرات عرضيه كتير جدا، هو ده الحل. انت لما فكرت تعمل عرضيات لبيرستاو وتسقط الكور جوه، بقت فرص وبقت اهداف، وبينهم كوره راحت هدف. انا شاكك في حكايه الخط بتاعها دي، يعني هنشوفه مع كابتن ناصر عباس. فاستمرارك والتركيز في الاستحواذ على الكوره والضغط على الخصم اكيد هيسفر عن اهداف، مش كل مره يعني هتسلم الجره، ولكن التفكير والتركيز شويه انك مش هتكسب في اي وقت، هو ده الاساس في الشوط الثاني، انك انت لازم تكون عندك حلول اكتر من كده مع احلال وتبديل واحد من الاثنين، يا محمد شريف يا كهربا. طيب كابتن علاء ميهوب، توقعت امور عديده في شكل التشكيل وتحركات الرباعي اللي موجود في الخط الهجومي، مدى تنفيذ ذلك بقى في الشوط الاول وطبعا اهدار فرص عديده في اول شوط؟ ما تنفذش بالشكل المطلوب، كان ضيعت فرصه بس من ابرزهم كره بيرسيتاو، دي ابرزهم بيتعامل مع الحارس باقتدار، لكن هو كان ممكن يحطها احسن من كده. لكن انت مشكلتك في حاجه بسرعه كده، انك مصمم على اللعب من القلب، من القلب، ودايما عايز تعمل لمسه جماليه. انت فاهم يعني لو في مباراه عاديه دي ومش مخلص الدوري كان، لكن هو في سنه عايز يعمل حاجه حلوه النهارده احتفاليه وكده، فكل واحد عايز يعمل حاجه بتاعته احسن حاجه عنده. لكن يحسب للحرس الحدود ان هو ملتزم دفاعيا بطريقه مش طبيعيه، يعني يتفرج يقول ده فريق ما نزلش، لكن ملتزمين تماما، وده مصعب عليك الامور. انت بتلعب مش عايز اقول باسترخاء لكن بهدوء، لكن مع الفريق ده لا، عشان تكسب لازم تعمل بسرعه، هجمه مرتده لازم فيها سرعه شويه، لان الهجمات المنظمه انت بتشتغل لكن بطء، بطء هيكلفك ان هم دايما بيلتزموا بالحته الدفاعيه. كابتن عادل، هكذا اشواط الفرقه اللي بتبقى بطل دوري والفرقه اللي بتبقى نازله، ولكن بيبقى في اهداف كتير. انت النهارده الكهرباء الكره السهله جدا اللي كان لازم تخش جون، بيرستاوي الكره الانفراد السهله، حسين الشحات كورتين، واحده بدماغه واحده، يعني النتيجه الطبيعيه تطلع اربعه، يعني اربعه خمسه هكذا المباريات بتبقى كده. بس هي مشكلتك انت من الناحيه الهجوميه ان انت اللامركزيه بتنفذها غلط، تلاقي حسين الشحات جنب شريف جنب كهربا، دي بيرسيتاو بيدخل لجوه، مفيش توسعه ملعب علشان كلهم بيتكاتلوا يلعبوا جوه عشان يروحوا عند الجون. لكن المفترض انك انت كبيرسيتاو لازم تلعب على الطرف قوي، وحسين الشحات يلعب على الطرف قوي، ومحمد وكهربا ايهما يبقوا واحد قدام واحد ورا علشان توسع الملعب، لكن انت بتدي فرصه لحرس الحدود انهم يضيقوا المساحات علشان انت اصلا متواجد في القلب. فانت المفترض انك لازم تطرف اللعيبه يلعبوا بالتزام تكتيكي في الاماكن، هتادي انك انت تكسب وتكسب كويس. الشكل اللي لعب بيه كابتن بلال الشوط الاول 4-2-4؟ مش 4-2-4، بس يعني هو الفرق الكبيره لما بتلعب 4-4-2 دايما بتلاقي في اوقات ان الطرفين كمان بتوعهم بيزيدوا، هاني وعلي معلول بيزيدوا، تمام؟
بيكمل الاثنين الوينجين بيكملوا في لحد ال 18. عندك راسين حرب اللي بيثبت في الحالات دي زي ما انت بتقول يا محمد كده، اليو ديانج وكوكا، تمام؟ فبيبان لك الشكل متغير شويه، تمام؟ 4 2 4 لكن هي في الاساس 4 4 2 اكيد. هي بس الفكره كلها انت النهارده هل اتيحت ليك فرص للتهديف؟ فرص سهله جدا 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 جدا. بيرسي تاو فرصتين ثلاثه، حسين الشحات فرصتين، محمد شريف ضيع فرصه، يعني فرص كتيره للكهرباء كمان، فرص كتيره اتيحت للتهديف ولكن انت ما قدرتش تستغل الفرص دي. احنا دايما بنقول ايه؟ المشكله بتكمن في ان انت ما جالكش فرصه، لكن انت جالك فرص اكيد. فبالتالي لو فلازم على النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي يستغلوا الفرص الشوط الثاني لتسجيل التسجيل عشان يبقى الشكل حلو، عشان كلبه في ثلاث نقط، لكن بنتكلم علشان نبقى احنا خارجين من المباراه كسبانين باذن الله. باذن الله نتمنى يا رب نشوف في الشوط الثاني اهداف وتبقى مباراه احتفاليه اداء ونتيجه، وبعد نهايه المباراه نحتفل بالتاكيد بتسليم درع الدوري العام. نطلع لنشوف احداث الشوط الثاني.